بلدنا سوريا الأم هي فخر واعتزاز لنا. في هالمناسبة إن شاء الله الواحد بروح وزور، بيكون مجبور الخاطر، بتكون زيارة مقبولة للجميع. الزيارة هذه زيارة سنوية لما قام سيدنا النبي الأمير صلى الله عليه وسلم وطننا وبلدنا الأم سوريا، اللي نحن كلنا نعتز ونفتخر بانتمائنا لهذا الوطن ولا قيادتنا حكيمي فقيد سيادة الرئيس المفدى بشار الأسد. قديش عدد المشايخ الشيخ اللي رايحين؟ عدد المشايخ على ما أظن حوالي 500. بارك وفد كبير سنة. حوالي 500. في برنامج الزيارة صار موضوع يعني معروف؟ البرنامج هناك بيكون مرسوم البرنامج أكيد. هدف الزيارة زيارة دينية لمقام النبي أبيد الله عليه. الزيارة بالدرجة الأولى هي هدف إنساني بحت، لأنه نحن عايشين هون بمأساة بجولان. 40 سنة قسم كبير من أهالي جولان أبو شروش بداكوش بعض، ناس توفت، ناس بعدها طيبة، أمهات ما شافتش أبنائها، أبناء ما شافوش زويهم بسوريا. المأساة على كل قائمة، أما السلطات الاحتلال عطت فرصة لقسمين مهمين من المجتمع اللي هن المتدينين وبالتالي الطلاب. هسه رايح اليوم مثلا 500 شيخ، بعد جمعتين بدي اروح اكثر من 500 طالب، بينما هناك في شريحه كبيره من المجتمع تبعنا، النساء، اطفال، النساء المسنات، مش عم يقدروا يشوفوا هناك ذويهم، بتموت الوحده او بموتوا اهلها، في وحده في منهم اللي بتعرفش احفادها خير شر، وبتموت ما بتقدرش تعرفهم، وبيقدموا طلبات وبيقدموا وسطات. وكله ربطينه بالامن. الامن مربوط في النساء المسنات او في نساء الجولان، بينما هي المشايخ بكافه الاعمار من سن العشرين لسن الثمانين على بروح. الطلاب هن الشريحه الفاعله في المجتمع، فاذا بدهم يخافوا على امن اسرائيل بيخافوا على امن اسرائيل على امنهم من هي الشريحه، مش من النسوان اللي قاعدين بالبيوت. يعني عمليه اضطهاد مقصوده مبرمجه من سلطات الاحتلال لأهالي الجولان، لأنه بكل بيت ما في مرأة بحاجة إلى أهل هنا تقريبا، بكل بيت فيها هذه المأساة موجودة على طول، ومطالبة لكل الجهات من الهيئات الدينية للهيئات لكل الهيئات في المجتمع الإسرائيلي لحقوق الإنسان. فيش حدا عبر لأنه رابطين القضية وزارة الداخلية وبالتالي في الأمن، وهي المأساة اللي عم نعيشها. شو بدنا نسوي يعني؟